شو بتقول الأفلاك لمواليد الأسد على الصعيد العاطفي بشهر آب أغسطس 2023؟ بدي بلش بالجملة المكتوبة بهالشهر لإلك: الشخصية للإنسان كالعطر للزهرة. شخصيتك مهمة كتير يا عزيزي، وهي يلي بتعطر وجودك بالإجمال. بدي أقول لك أنه على الصعيد العاطفي، وطبعاً سمعت فيديو آخر، المهنة تطرق تغييرات بتكون يمكن درامية في بعض الأحيان لبعض مواليد الأسد. بتتلقى مفاجآت وربما بتضطر لمعالجة بعض المسائل العائلية رغم وجود كوكب فينوس ببرجك طوال الشهر، يلي بيحيطك بهالة كبيرة وبيحافظ على رونقك وبيجعلك بالمقدمة، أو أنت بتتردد إزاء علاقة مستجدة ما بتعرف كيف بدك تتعامل معها، كأنك بتعيش تردد بهالشهر وبتأجل استحقاق، أو هو بتأجل من تلقاء نفسه. إن شاء الله ما يكون استحقاق مثلا عقد قران أو زواج أو مناسبة كبيرة. بعد الحماس الشديد يلي مرقت فيها سابقا، تنطوي على نفسك شوي وتستعيد بعض الذكريات القديمة بسود التردد، أو بتلاقي نفسك قدام خيار لابد منه، أو بتحتار بأمر من تحب بطريقة وطريقة تصرفاته، وبتطرح التساؤلات حول صدق مشاعره. كله هيدا بسبب تراجع الكواكب. يمكن لازم تراجع شوي رغباتك الحقيقية، تدرسها تعرف إذا مظبوط هيك بدك. وإذا كنت متعلق بالحبيب لدرجة الهوس، بتشوف نفسك قلق من ردة فعل يمكن رافضة لتضييق الخناق عليه. الهوس عادة والشغف ما بيخدم الحب، لبل في بعض الأحيان بيزعجه. باختصار الجو دقيقة، بدي أقول لك إياها من الآخر يعني، ورغم مناخ الحب والغزل، في عقبة بترتسم بالأفق وبتطرح علامات الاستفهام، خاصة بالأسبوع الأخير لما يبلش فينوس يتراجع ببرجك معاكس ليورانوس ببرج الثور. إذن في أوقات جيدة جدا، وفي أوقات بدنا ننتبه لها، خاصة بالأسبوع الأخير لما يمكن تتخربط الأمور وإنت مش منتظرها.